أيها الإخوة المؤمنون، إن شاء الله يعني هذا الحفل متواصل مع حضراتكم بعد صلاة العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. قد حضر إلينا منذ قليل فضيلة القارئ الشيخ خالد عبد السلام جمعة، ويعني معنا إن شاء الله أكثر من قارئ وأكثر من مبتهل. والشيخ طبعا خالد، عندنا 2 خالد دلوقتي، خالدين فيه. الشيخ خالد إن شاء الله طبعا بعد صلاة العشاء إن شاء الله نستمع للقرآن الكريم الشيخ خالد حنفي بإذن الله، ونواصل الحفل. وفي الطريق إن شاء الله فضيلة الشيخ عثمان هلال عنده حفلة يعني في مبنى الإذاعة والتلفزيون، وطبعا خلص من حوالي نصف ساعة، وهو في الطريق إن شاء الله يدركنا بعد صلاة العشاء وأثناء تلاوة الشيخ خالد بإذن الله. أما الآن فنعيش مع فاصل قصير من الابتهالات لفضيلة الشيخ أحمد رشدان، وبعدها إن شاء الله يقام لصلاة العشاء. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول، هو الأول والآخر، وهو بكل شيء عليم. عفوك ورضاك يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، وقال أقبل، وقال أقبل، فإن وقال أقبل، وقال أقبل، فإن العفو من شاني. يا من أمره بين الكاف والنون، تستورني أنساك، تذكرني فكيف أنساك، فكيف أنساك، فكيف أنساك يا لست تنساني سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله يا سيدي يا حبيبي يا صلوا عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر.